استعراض مباريات اليوم النهارده. طبعا في ثلاث مباريات في الدوري المصري، في مباراه اقيمت حوالي الساعه 2:30 الظهر وانتهت منذ قليل. طبعا المباراه كانت قويه جدا على ملعب خالد بشاره في الجونه، انتهت بتعادل الجونه مع سموحه 2-2. المباراه كانت قويه جدا، واكبر شيء كان لافت للنظر في هذه المباراه تألق عمر السعيد ومصطفى فتحي في هذه المباراة، وكل لاعب كان له درجة تأثير كبيرة جدا مع فريقه، سواء عمر السعيد مع الجونة أو مصطفى فتحي مع سموحة. في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات هناك مباراة أخرى بين مصر المقصة والمقاولون العرب، وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. وفي الساعة 7 ختام مباريات اليوم بين المصري وبيراميدز. مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي هيلعب الساعة 10 مع ويلفرهامبتون. مانشستر سيتي طبعا في الصدارة ومتفوق بشكل كبير جدا في فرق النقاط عن أقرب المنافسين، بيقترب بشكل قوي لإحراز الدوري الإنجليزي. وفي الدوري الإيطالي لقاء يوفنتوس مع سيفيزيا، المباراة الساعة 10 إلا ربع. يمكن مباراة النهاردة مش كتيرة، لكن طبعا بنقترب بقى من مراحل الحسم في الدوريات الأوروبية. الدوري المصري في منتصف المسابقة، عندنا أجندة دولية في نهاية هذا الشهر، في مباريات إفريقية من يوم الجمعة القادم، لكن طبعا الأحداث الرياضية والكروية دائما مثيرة وموجودة بشكل يومي على شاشات التلفزيون.